اللقاء منتظر أن يكون في باريس الأربعاء المقبل والهدف حسب سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حسيرة الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع وطلب اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الرئيس الفلسطيني سيطلب من الرئيس الفرنسي ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 لحمايه حال الدولتين وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقله. الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى دعوة من نظيره الفرنسي مانويل ماكرون للتباحث سويا في كيفية تكثيف جهود فرنسا كعضو دائم في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي لتوفير المناخ المناسب لتحقيق السلام. الرئيس عباس سيضع ماكرون في صورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية في ظل ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاك الوضع القائم في القدس الشرقية وطرد السكان وهدم المنازل وسياسة الضم والتهويد باريس التي سبق وأن استضافت منتصف جونفي 2017 مؤتمرا دوليا بحضور ممثلي أكثر من سبعين بلدا ومنظمة وهيئة دولية من دون مشاركة الطرفين الفلسطيني والصهيوني لم تصل الى مسعاها في الدفع لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين منذ عام 2014 الفلسطينيون يتطلعون الى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو ايجاد حل جدي وسريع في التعامل مع القضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش وما صاحبه من رفض الاحتلال الصهيوني الالتزام والجلوس الى طاوله المفاوضات